العيد في تركيا يعني الحلويات، الشوكولاتة، البونبوني، التوفي. شوفوا هنا محلات البقلاوة في كل مكان، شكل البقلاوة حلو جدا. ويا صباح الفل من تركيا، وكل سنة وانتم طيبين. قررت اقضي عيد السنة دي بعيد شوية عن اسطنبول وزحمة اسطنبول، فحابب خلال فيديو النهاردة انقل لكم استعدادات عيد الفطر من مدينة ازمير. طبعا في تركيا اجواء الاحتفالات بتكون دايما في المناطق التاريخية، المناطق القديمة، الاسواق الشعبية. موجود حاليا في منطقة اسمها برج الساعة، يعني ده يعتبر المعلم التاريخي الاشهر في ازمير. موجود هنا عند البرج سوق تاريخي، سوق كبير اسمه سوق كيميرالتا. اعتقد اللي تابع فيديوهاتي القديمة اللي كنت بصورها هنا في ازمير اكيد يعرف السوق ده كويس. فحابب كده خلال فيديو النهاردة انقل لكم اجواء الاستعداد للعيد، المنتجات والحلويات اللي الاتراك بيشتروها لعطلة عيد الفطر. العطلة السنة دي طويلة شوية، تقريبا 9 أيام كاملين، لأن العيد جاء في وسط الأسبوع. وأعتقد مش محتاج أوصف لكم المشهد، السوق هنا زحمة جدا. زي ما قلت لكم يعني عطلة العيد السنة دي طويلة شوية، 9 أيام، فمن قبل حتى بداية العيد بيومين الناس بتبدأ تستعد، بيشتروا المنتجات، بيشتروا الملابس، الحلويات. وانتوا هنا في السوق هتلاقوا محلات كتير جدا بتبيع حلويات او حاجة بيسموها شكر بايراما، اللي هو حلوى العيد. في اي بيت في تركيا لازم بيشتروا النوع ده من الحلويات، يوزعوها على الاطفال خلال ايام العيد. الأسعار زي ما انتم شايفين، في حاجات ب 160، 200، 140، كلها طبعا حاجات بالشوكولاتة والفاكهة، شوكولاتات يعني، وتوفي وبونبوني وكده. الناس كلها بتشتري. في معلومة حابب أشاركها معاكم، يعني عيد الفطر هنا في تركيا بيقولوا عليه شكر بايرامي، يعني عيد الحلوى أو عيد السكر، فهو مرتبط ارتباط وثيق بالحلويات. حتى تلاقوا في ايام اللي هي نهاية شهر رمضان المحلات كلها بتعرض انواع مختلفة من الحلويات. دي حاجة انا بحبها اسمها شامبالة، يعني حلوى الشام او عسل الشام، زي البسبوسة عندنا في مصر. موجود ايضا انواع مختلفة من البقلاوة، البقلاوة التركية. دي حاجة كده زي الكنافة اسمها القضايف. فالحلويات التركية يعني قريبة جدا من الحلويات العربية، الحلويات المعروفة لينا يعني في الدول العربية. بس شوفوا المحلات كلها عارضة حلويات، مكسرات، خلاف طبعا الحاجات اللي كانت موجودة خلال شهر رمضان. هنا تمر ايراني، انا بحب جدا التمر الايراني الطري ده. في ايضا تمر المدينة، انواع مختلفة من التمور موجودة والفواكه المجففة. شوفوا هنا ايضا موجود القطايف، دي من بواقي شهر رمضان لكن موجودة أيضا في تركيا. احنا في مصر طبعا القطايف دي شيء أساسي خلال شهر رمضان. سعرها بكام؟ من نص كيلو ب45 ليرة. ما أكلتش قطايف والله السنة دي خالص. في أيضا الكنافة، الجلاش، انواع ايضا من الحلويات، خلاف بقى المنتجات العادية، المربى، الطحينة، الحلاوة، كل شيء موجود في الاسواق الشعبية. شوفوا هنا انواع مختلفة من المخلل، الطرشي. الاتراك بيحبوا جدا المخلل، بيحبوا ياكلوا الحاجات الحادقة.
انا للاسف يعني مش من محبي المخللات الترشي، فمن النادر اني اجرب الحاجات دي. شوفوا جزر، زيتون، قرنبيط، لفت، بتنجان، ده تقريبا مش عارف توم ولا ايه، توم بقى بيتخلل هو كمان، البسله باميه كمان، الباميه بتتخلل، كل شيء خللوه في تركيا. هنا محل اخر بيبيع الشكر اللي هو الحلوى. الاسعار غالبا بتكون يعني واحده في جميع المحلات متقاربه جدا، الكيلو بيبدا من 150 130 ليره. فاعتقد عشان كده بيقولوا عليه شاكر بايرام، لان العيد هنا مرتبط بالنوع ده من الحلوى. طبعا سوق كمرالت يعني زي ما قلت لكم، اللي تابع فيديوهاتي قبل كده في ازمير حرفيا موجود كل شيء تتخيلوه هنا داخل السوق. اي حاجه بقى ليها علاقه بالمطبخ بالبيت هتلاقوها هنا. انا شخصيا اشتريت شوية حاجات كنت محتاجها. الاسعار هنا بتكون حلوة جدا. وخليني اوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها، هتتفاجئوا كمان من الاسعار، حاجات سعرها مناسب جدا. واول حاجة اشتريتها الموكا بوت، بستخدمه عشان اعمل الاسبريسو. سعره زي ما انتم شايفين ب 240 ليرة تركية، فده سعر يعتبر يعني اعتقد سعر مناسب جدا. قولوا لي في التعليقات هل بتستخدموه ولا لا. وجبت كمان الفرنش بريس، ده سعره 100 ليرة. عجبني بصراحة ان حجمه 350 ملي، مش كبير قوي، ده اللي انا محتاجه، وخفيف مش تقيل، فمن حيث السعر ب 100 ليرة يعتبر سعر جيد جدا. وزي ما شفتوا يعني زحمة رهيبة داخل سوق كيميرالت وفي ازمير بشكل عام. الناس خلاص بدأت بشكل فعلي اجازة او عطلة عيد الفطر. انا بشكل شخصي يعني بحب دايما اقضي العيد في البيت، الاماكن السياحية، الاماكن التاريخية، الحدائق العامة، الاماكن دي كلها بتكون زحمة جدا خلال العيد، خاصة كمان في اسطنبول يعني مع وجود عدد كبير من السياح الزحمة بتكون رهيبة. حاليا موعد اذان العصر هنا في ازمير. وحاليا وصلت عند المحطة البحرية هنا في منطقة برج الساعة، هستخدم العبارة وهروح لمنطقة أخرى في إزمير اسمها كارشياكا. مشكلة الأعياد والعطلات الرسمية في تركيا الزحمة، زي ما انتم شايفين ازدحام كبير جدا. واخيرا الوصول الى منطقه كارشياكا. ووصلت حاليا الى منطقه كارشياكا، يمكن سجلت فيها فيديو من ايام قليله، فاعتقد اللي تابع الفيديوهات الاخيره اكيد حافظ خلاص المنطقه دي.
الشارع اللي هو امام المحطة البحرية مباشرة، اسمه مصطفى كمال باشا. الشارع هنا عادة بيكون زحمة، يعني شارع رئيسي كبير في مدينة ازمير، لكن حاليا بسبب الاجازة كمان وعطلة عيد الفطر فالازدحام بشكل كبير جدا زي ما انتم شايفين. كارشياكا من المناطق السكنية المفضلة بالنسبة لي هنا في ازمير. شوف الفرن اللي امامي حاليا اسمه ايه، خلينا نعمل زوم، اسمه جان بيدي، بيعمل خبز مصري او شبه الخبز المصري. شوفوا هنا موجود خبز البيدي، خبز التركي. تحت هنا الفرن ده تقريبا الفرن الوحيد اللي بلاقيه في ازمير بيعمل خبز او عيش شبه العيش المصري اللي احنا او انا شخصيا متعود عليه، فاشتريت منه الواحد بستة ليرة، الواحد من ده بستة ليرة. المحل ده لقيت بيبيع عنده بخور. شوفوا عاملين ده عشان يتحط فيها البخور، شكلها كوميدي جدا. اظبطهم تاني سنة كده خطوص 30 ليرة. شوفوا هنا محلات البقلاوة في كل مكان، شكل البقلاوة حلو جدا. هنا الكيلو ب280 ليرة، اللي بالفستق تقريبا ب400. المحلات اللي بتكون موجودة في المناطق السكنية العادية بتكون حلوة جدا على فكرة، من حيث الأسعار ومن حيث الجودة، بعيدا عن الأماكن السياحية في اسطنبول وكده. زي ما انتم شايفين يعني شوارع منطقة كارشياكا، سواء الشارع الرئيسي شارع كمال باشا أو الشوارع الجانبية، كلها محلات، كل شيء تتخيله هتلاقيه موجود هنا في كارشياكا. شوفوا محلات الحلويات والمكسرات كلها عليها طوابير، الناس بتشتري حلويات العيد. فلو حد زار تركيا يعني خلال أو في نهاية شهر رمضان هيلاقي المحلات كلها بتبيع بيرام شكرة زي ما انتوا شايفين، ومكتوب هو ده بيرام شكرة، سكر أو حلوى رمضان، أنواع مختلفة. أعتقد خلاص يعني أكتر من مرة خلال فيديو النهاردة شفتوا النوع ده من المنتجات. فهي دي أجواء الاستعداد لعيد الفطر في تركيا في مدينة إزمير. أعتقد هنا هتكون نهاية فيديو النهاردة، واحد صايم طبعا فخلاص صوتي على وشك إنه يروح، باقي تقريبا لسه ساعة واحدة على فطار أو على أذان المغرب. وهنا هتكون نهاية جولة النهاردة في مدينة إزمير، زي ما بقول لكم دايما من المدن اللي أنا شخصيا بحبها. ان شاء الله عيد سعيد على الجميع، وخلال ايام العيد هحاول ازور واكتشف معاكم اماكن جديده. هحاول كده في احد الايام ازور قريه ريفيه، وممكن في يوم اخر ازور احد الشواطئ، بحيث انقل لكم كده اجواء عيد الفطر في تركيا او في المدن التركيه. ان شاء الله الفيديو نال اعجابكم. لو عندك اي اسئله او استفسارات ممكن تسيبها في التعليقات تحت الفيديو، وشكرا جزيلا على المشاهده.